ومشاهدينا فقرة فاشن اليوم عندنا موضوع جدا مهم رح نحكي به ورح ننطي آراءنا عن مجموعة إطلالات. قبلها حابة أقول أنه هسه صرنا إحنا بوقت صار مو فقط المشاهير والشخصيات العامة اللي تحافظ وتهتم بإطلالاتها بشكل جيد، صار الناس الاعتياديين هم أن كلش يهتمون بأناقتهم، يحاولون دائما يطلعون برقي معين، يهتمون بالحصول على البراندات العالمية حتى يطلعون بإطلالة حلوة. نعم طبعا احنا عندنا مجموعه من الصور انه حابين نشوفها حتى نعلق على الاطلالات اللي موجوده. نعم ونشوف نعم. هاي الاطلالات هي من اطلالات العراق اووردز، مهرجان العراق اللي صار باليوم الوطني العراقي. طبعا بنشوف صوره الفنانه اشتي حديد. نعم. يعني احس انه يعني الفتحه مبالغ بها الصراحه، يعني نعم. لانه احنا يعني بعدنا انه احنا بالعراق والمجتمع مثل ايش قد ما نقول احنا اكيد اكو تطور، ولكن يعني خلينا نقول هذه احتراما للمكان واحتراما للشعب، فاحنا نعم. نعرف انه هذا الشيء شويه يعني شعبنا ما يتقبله بسهوله، فاقول نعم. له شويه يعني كان نعم. مسدود اكثر الفستان صحيح. كان راح يكون ارقى. اشتي حديد هي مشهوره باطلالاتها الجريئه دائما اللي تكون دائما يعني خطوه قبل ما نوصل لهاي المرحله. نشوف راي اسراء بالموضوع. هي طبعا بنات مثل ما قلتوا انتوا، انا طبعا اشوف رايي على اشتي حديد الفنانه، هي دائما طبعا هي تقول اني جريئه باطلالاتي يعني. نعم. ودائما يعني مثل ما قلتي كريستين انه الفتحه شويه مبالغ بها، لو شويه اقل كان تصير احلى. نعم. يعني بس كلون هو حلو، كاكسسوارات هي حلو، ديزاين شعرها كلش اني حبيتها، الميك اب. نعم. يعني بس كانه يعني شلون نقول نركز شوي على الفستان انه اكثر مبالغ به طبعا. نعم. هي جميله اشتي حديد، انا بس حسيت يعني كموضه راح نحكي، ما راح نحكي عن الجراه. نعم. الياقه مو كلش حبيتها، حسيتها يعني خبط بين الرسمي والهاي، بس هي بشكل عام يعني حلوه واطلالاتها دائما جريئه، لازم تكون متعودين. نروح على الصوره الثانيه. نعم نعم، إطلالة براء الزبيدي هي عادة دائما إطلالاتها تكون محتشمة، ولكن أنا كنت أفضل إنه بسيطة همين. نعم بسيطة، بس أنا كنت حابة أشوف عليها شيء ثاني، لأنه لازم شوية تغير أحس إنه بالموديلات اللي تلبسها، دائما تحاول تسوي نفس الستايل، وللأسف يعني براء هي كلش حلوة وجهها بريء على اسمها طبعا، بس دائما أحس إنه اللبس اللي تلبسها أكبر من عمرها يطيها، وهي عمرها صغير في الطية. صحيح، يمكن يعني هواية من عندنا يمكن متلوق لأنواع معينة من الفساتين، ولكن هي يمكن متعودة على هذا الشيء، ما تحب تسوي شيء غير مألوف والناس تتطرق لها، أو مثلا الناس ينتقدوها، فتحب أنه هي تظل بدائرة. نعم. الكومفورت زون مالتها وما تغير. ناخذ رأي إسراء همنا. طبعا أنا بالنسبة إلي براء كلش حلو الفستان مالتها، أنا حبيتها، بس كلون اللون مو مناسب لعمرها. واللي ركزت عليه طبعا اني عندها الفتحه مال الفستان انه شويه هي منها مفتوح، بس هي لابسه يمكن سترابلوس او ما اعرف شيء هيك شيء، لو هي من البدايه يعني انه كتصميم ماكو هاي الفتحه كانت تكون احلى، بس اني قلت لك هو كلش شيء على شيء انه كلش حلو، بس اللون شويه مو مال عمرها ما مناسب. نعم نعم، خلينا نروح على الصورة اللي بعدها. طبعا احنا مجهزين مجموعة كبيرة من الصور. نعم. حتى نلحق انه ناخذها. نعم. بوسي طبعا هذه فنانة، الفنانة بوسي من مصر، ما ادري يعني حسيت الريش هواية يعني، واصلا يمكن يعني الشعر. نعم. التسريحة هواية انه كبيرة على وجهها، وهنا همنا من الاكتاف ويا الريش صاير. نعم. هواية ما اعرف، اللون حلو وردي فاتح خاصة يعني لون صيفي. مثلا وحدة بعمر فنانة الفنانة بوسي احس اذا تلبس شيء ساتان هيجي ومستر هيجي يشبه العبايات، يعني اقرب للعبايات كلش راح يلوق لها، وراح يبين جسمها اجمل واحلى. وهمنا موديل الشعر يعني بوسي هي طبيعتها يعني تحب هيجي سوالف الريش، وتحسيها جاية من الزمن الجميل. هي. فهي هاي طبيعتها. اسراء انت شو رايك؟ طبعا اني رايي كفستان هو حلو، ومثل ما قلت الريش كلش هوايه، بس هو كلون مثل ما اقول انه ما مناسب لعمرها، اللون شويه اقل والريش اقل، لا كان تطلع احلى. نعم هذا انا برايي اللون مو مشكله، اللون انا احس اللون اي عمر يقدر يلبسها. نروح للاطلاله اللي وراها. دانيلا رحمه، انا يمي كانت يعني هي من اجمل الاطلالات، واطلالتها انيقه ويعني
يعني ما ادري كل الاشياء بها حلوه يعني طبعاً. شعرها حلو، الفستان حلو، طلتها هي والفستان لايق على جسمها. نعم. وبنفس الوقت الالوان اللي حبيتها بها انه الفستان يعني كان مناسب انه هي تجي للعراق. نعم. وانه الفستان خلينا نقول يعني حلو وبنفس الوقت يعني خلينا نقول به شويه احتشام. صحيح. وهي يعني قدرت هذا الشيء. دانيلا هي انا اعتبرها من اجمل الاطلالات اللي كانت موجوده بالعراق، رغم انه الاحتشام مثل ما قلتي. هي طبعا دانيلا كان عندها اكثر من رساله بهذا الموضوع، انه الفنانات اللبنانيات دائما مشهورات بانهم يلبسون دائما لبس غير محتشم، فهي حابه توصل رساله انه انا لا احترم وجودي بالعراق. وايضا لبست الاسود بسبب الفاجعه اللي صارت بموصل ببغداد، حفل الزفاف كان قبلها بكم يوم، فهاي كانت رسالتها من خلالها. وهم كان اللبس يعني جسمها مبين حلو، شعرها مرتب، وكانت يعني من كل النواحي بيرفكت كميك اب وكل شيء. انت شنو رايك اسراء؟ طبعا مثل ما قلتوا بنات، هي طويله فالفستان كلش قاعد عليها، تسرح شعرها كلش حلو، الميك ابها يعني ناعم كلش. صحيح. حلو. واللون الاسود كلش لون راقي وانيق يعني. نعم. على الريد كاربت كلش حبيته. خلينا نشوف الصوره. نعم، هسه نروح لاخر اطلاله ونشوف. تفضلي شاهد. بن ميم. زهراء بن ميم، أنا الإطلالة ما أدري حسيت جسمها مو كلش بصراحة لايق، يعني حسيت إنه ممكن تلبس شيء ثاني ويطلع عليها أفضل وأحلى. يعني من فوق أوكي شوية زين، بس من جوا كان يعني كارثي، كان أكو أغلاط بالخياطة. وبصراحة هي ما أدري يعني دائما تستعمل العلج على الريد كاربت، وما أعرف شنو المناسبة، بس أنا ما يعني ما حسيت هالشيء إنه حلو يعني. ما أعرف صراحة، أنا هم أنا ما حبيت فستانها يعني أبدا ولا شيء بي يعني، لا لون يخبل يعني لون ولا الموديل، ما حبيته. نعم. طيب. طبعا أنا مثل ما تشوفون الزهران بن ميم، هو الفستان اللون مو هالقد عليها، ما لاقي لها، ما حسيت حلو. ولفت اذا تشوفون الفستان انه ما اعرف التصميم ما كان يعني حلو عليها، ما اعرف هيك شيء. وهي طويله يعني، لو لابسه لون مثلا غير لون او تصميم الفستان غير تصميم كان احلى يطلع عليها. نعم، هي عاده تلبس. نعم. كلش حلو، بس ما ادري هاي بس هالمره ايه. وهاي كانت فقرتنا، فقره فاشن بوليس. يا رب تكون عجبتكم ارائنا.